السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله النهاردة هنتدرب على سؤال القطع، سؤال النص، ونجاوب على الأسئلة. هنتكلم النهاردة من ملحق كتاب الباهر صفحة 78 يا حضرات. عندي سؤال القطع، نبدأ بأول قطع عندي، هنقرأ كده ونترجم مع بعض ونحاول نشوف هنحلها إزاي. My cousin Adam is 16 years old، يعني آدم ابن عمي عنده 13 سنة. He has an account on social media، عنده حساب على السوشيال ميديا. He likes to share ideas، بيحب يشارك الأفكار and information والمعلومات with others، مع الناس التانية. He also likes to have fun، بيحب يستمتع with people، مع الناس. Adam is always careful when he is online، آدم حريص لما بيكون على النت. He accepts to befriend only with people he knows، يعني بيقبل صداقات بس من الناس اللي عارفها. He keeps his personal information secret، وبيخلي معلوماته الشخصية سرية. آدم كان find information for his homework، آدم بيلاقي معلومات لواجبه. So social media is helpful، عشان كده السوشيال ميديا helpful، مفيدة لآدم. آدم is creative، آدم مبدع. creative يعني مبدع. He learns interesting things online، بيتعلم أشياء مفيدة على الإنترنت. هنا آدم accept to be friend with people he doesn't know، طبعا هنا المفروض الجملة ايه؟ فولس يا حضرات. ليه؟ علشان هو ما بيقبلش طلبات صداقة من الناس ما يعرفهاش. ادم is 10 years old، ادم عمره 8، عنده 10 سنين. طبعا احنا قلنا هنا عمره 13، يبقى هنا فولس. ادم can find useful information on social media، true، بيلاقي معلومات مفيدة على السوشيال ميديا. ننتقل الى سؤال answer the following question. What does Adam like to do؟ ادم بيحب يعمل ايه؟ نرجع كده للقطعة معايا اهو يا حضرات. likes to share ideas، بيحب يشارك الأفكار والthoughts and information والمعلومات with other people، يبقى دي إجابة السؤال الثالث كده هو بنطلعها من القطع. أوكي، سؤال رقم 5. Why is social media helpful for Adam؟ Why؟ لماذا السوشيال ميديا مفيدة لآدم؟ تعال نرجع لقطعة أهو. He learns interesting things online، عشان هو بيتعلم حاجات مفيدة على الأونلاين. And he can find information، وكمان بيلاقي معلومات للواجب. He can find information for his homework. كل دي إجابات ننفع نكتبها في السؤال ده. ننتقل إلى سؤال القطعة الثانية. I am Reem، أنا ريم. I live in Alexandria، أنا عايشة في إسكندرية. It's weekend so I and my family went to the beach، أجازة علشان كده روحت أنا وعائلتي إلى الشاطئ. We were sad because there was a lot of plastic trash، كنا زعلانين علشان كان في plastic trash، كمامة من البلاستيك. From people's houses، من منازل الناس. On the beach، على الشاطئ. I talked to my mom and she advised me to talk about the problem at school، تكلمت مع أمي ونصحتني أتكلم عن المشكلة دي في المدرسة. I and my friends، أنا وأصدقائي، started to find information، بدأنا نبدأ نجد معلومات about beach clean up in different places، عن تنظيف الشواطئ في أماكن مختلفة. We talked to other friends at school، we went to the beach، ذهبنا للشاطئ again مرة أخرى. And collected all plastic trash، وجمعنا كل القمامة البلاستيك. The beach is now cleaner، الشاطئ دلوقتي أنظف. Sea animals and birds can live in better places، الحيوانات البحرية والطيور ممكن تعيش في مكان هادئ. Reem and her family went to the beach on the weekend، راحوا فين؟ في الويكند، في نهاية الأسبوع. Reem talked about the problem at school، تكلمت عن المدرسة في عن المشكلة دي في المدرسة. The beach is now، الشاطئ دلوقتي ايه قلنا؟ cleaner، يعني انظف شوية، اكثر نظافة شوية من قبل. طيب عندي سؤال تاني هنا اهو. What did Reem mom advise her؟ What did Reem mom advise her؟ مامة Reem نصحتها تعمل ايه؟ نرجع للقطعة يا حضرات كده وهنشوف اهو. نبدأ من هنا اهو. اهو. Okay. She advised me to talk about the problem at school، يبقى هي نصحتني أتكلم عن المشكلة في المدرسة، يبقى دي إجابة السؤال الرابع. نشوف السؤال اللي بعديه. What did Reem and her friend do؟ ريم وأصدقائها عملوا إيه؟ نرجع للقطعة نشوف أهو يا حضرات. Started to find information about beach clean up in different places، بدأوا يلاقوا معلومات عن تنظيف الشواطئ في أماكن مختلفة. ننتقل إلى القطعة الأخرى. I am Hannah، أنا هنا.
My sister birthday is tomorrow. عيد ميلاد أخي غدا. I didn't have money. معيش فلوس. So I think it's better to make her special present. عشان كده بعتقد ان هي من الافضل اعمل لها هديه مميزه. My sister likes toys. اختي بتحب الالعاب. But she broke her doll last week. ولكن كسرت العروستها الاسبوع الماضي. The doll is in her room. الدول دي في حجتها دلوقتي. So I took the doll. اخدت العروسة او الدمية. And started to fix it. وبدأت اصلحها. I made a new pink dress to the doll. عملت فستان بينك للعروسة. As my sister likes pink color. لان اختي بتحب اللون البينك. I used some cotton to make the doll chair. استخدمت بعض القاتن علشان اعمل شعر الدول. The doll looks beautiful. الدول دلوقتي شكلها جميل. My sister is happy now. واختي سعيدة دلوقتي. She has a beautiful doll. هي عندها لعبة جميلة. My sister likes sweets. اختي بتحب الحلوى. طبعا هنا false. خطأ يا حضرات عشان هو ما قالش ان هي بتحب الحلوى. هي بتحب الالعاب. The doll now has new yellow dress. عندها فستان أصفر. طبعا false عشان يكون الفستان pink. Hannah's sister's happy with her birthday present. طبعا true. سعيدة في هدية عيد ميلادها. When is Hannah's sister birthday؟ عيد ميلاد هانا إذا إمتى؟ هنشوف هنا هو. قلنا tomorrow غدا. وبدي إجابة السؤال الرابع. What does Hannah make for her sister؟ عملت إيه لأختها؟ عملت لها a special present. A special present يعني عملت لها هدية خاصة أو هدية مميزة. ننتقل إلى سؤال القطعة الآخر. Okay, the internet is an important part of our life today. الانترنت ده جزء اهم من حياتنا اليوم. We can use the internet to do shopping. ممكن نستخدم الانترنت ان احنا نعمل تسوق. Play games, نلعب العاب. And learn things, ونتعلم اشياء. The internet helps us do homework. بيساعدنا نعمل homework. If we want to do research, we can look at a lot of websites and find information. يعني لو احنا عايزين نعمل بحث بنبص على مواقع كتيرة. You can find some nice picture. بتلاقي صور جميلة too. However, ومع ذلك many people can use the internet for many hours every day. ناس كتيرة بتستخدم الانترنت لساعات كتير كل يوم. When you use the internet so much, لما بتستخدم الانترنت كثيرا, this may not be healthy. ده ممكن يكون غير صح. You don't get much exercise. ما بتحصلش على تمارين كتيرة. And you may get a lot of weight. ممكن تزيد في الوزن. Get a lot of weight. Okay. We use the internet for many things. بنستخدم الانترنت لأشياء كثيرة. هنا جملة true صحيحة. Few people use the internet for many hours. طبعا هنا false. هنا قلنا many people. ناس كتيرة مش few. Few دي معناها قليل. عكس many. Using the internet a lot can make you unhealthy. طبعا صح. هنا ترو لان لما بستخدم الانترنت ممكن يخليني غير صحي بيتعب عينيا يعني. How can the internet help you do homework؟ الانترنت بيساعدك ازاي انك تعمل الواجب؟ تعال نرجع للقطعة كده بنشوف اهو. اهو. If you want to do research you can look at a lot of website and find information. يبقى you can find information on the internet. ممكن تلاقي معلومات كتيرة على الانترنت. السؤال الخامس. Why is using the internet too much unhealthy؟ ليه استخدام الانترنت كثيرا حاجة غير صحية؟ نرجع لقطع حضرات اهو. You don't get, هنقول because you don't get much exercise. ما بتحصلش على تمارين كتيرة. And you may get a lot of weight. وممكن كمان تزداد في الوزن. يعني وزنك يزيد من القعدة على الانترنت. هنا هنتكلم عن تلوث الهواء. Air pollution is very dangerous to us. When we breathe the polluted air, لما بنتنفس الهواء الملوث, we cough. Cough يعني نكح. And feel sick. ونشعر بالمرض. There are some ideas to make the air cleaner. في بعض الأفكار علشان نخلي الهواء أنظف. You can try to buy from shops. ممكن تجرب تشتري من المحلات. Near our house. بقرب من منزلنا. Children can try to walk to school. أطفال ممكن يمشوا للمدرسة. If children live a long way from school. لو عايشين بعيد عن المدرسة. They can go by bike. ممكن ياخدوا الدراجة. Or they can take the bus. أو ياخدوا الأتوبيس. We also need to plant trees. كمان محتاجين نزرع أشجار. Trees clean the air. عشان الأشجار بتنظف الهواء. They also make cities look pretty. بيخلي المدينة تبدو جميلة. And we can sit by tree on a hot day. ممكن نجلس كمان تحت الشجرة في اليوم الحار. The polluted air is unhealthy. الهواء الملوث غير صحي. Okay. Number two. Children can go by bike if they live far. لو عايشين بعيد عن المدرسة. Trees الأشجار clean the air. بتنظف الهواء.
Why is air pollution؟ ليه تلوث الهواء dangerous خطير؟ ليه تلوث خطير؟ ننزل على القطع يا حضرات كده ونشوف مع بعض. هنقول اهو air pollution we cough بنكح and feel sick. من اول هنا كده when we breathe the polluted air لما بنتنفس الهواء الملوث we cough بنكح وكمان بنشعر بالمرض. السؤال الخامس how can we make the air cleaner؟ كيف نخلي الهواء cleaner انظف؟ طبعا هنزرع اشجار اهو يبقى plant trees trees clean the air ازرع اشجار عشان الاشجار بتنظف ايه؟ بتنظف الهواء. ننتقل الى القطعه الثانيه My friend هاني صديقي هاني started a new school بدأ في مدرسة جديد He had a problem with online bullying عنده مشكلة في التنمر على الانترنت There was a boy in his class called يوسف في ولد في فصله اسمه يوسف He was sending him message كان بيبعت له رسائل هاني told his dad هاني أخبر والده His dad went to the school أبوه راح المدرسة and talked to the teacher وتحدث مع المعلم Dad shows the teacher the message from يوسف يعني الأب ورى المعلم أو المعلمة الرسائل اللي بعتها يوسف The teacher spoke to يوسف and his parents يوسف was very sorry يوسف كان متأسف جدا Okay Now Hani feels much happier دلوقتي هاني حاسس بسعادة He knows what he should do about online bullying وهو دلوقتي عارف هيعمل إيه لو حصل له تنمر عبر الإنترنت هاني started a new sports class طبعا فولس هو بدأ مدرسة جديدة هاني had a problem with online bullying طبعا ترو هاني talked to his dad تحدث مع والده طبعا هنا ترو ننتقل إلى السؤال الثاني هنا يا حضرات What was Hani's problem مشكلة هاني كانت إيه إن هو عنده إيه أهو يا حضرات He had a problem with online bullying هنكتب هنا أول had online bullying يعني عنده مشكلة في التنمر عبر الإنترنت Okay. What does Hani feel now? Hani دلوقتي حاسس بإيه؟ قلنا طبعًا he feels هو حاسس بسعادة أهو تحت يا حضرات أهو. Now Hani دلوقتي Hani feels بيشعر much happier بسعادة أكثر. طيب أوكي ننتقل إلى سؤال القطع الآخر. Yesterday أمس we had a picnic كان عندنا نزهة in the park في الحديقة. We went to celebrate our friend Nader's birthday. يعني كنا عايزين نحتفل بعيد ميلاد صديقنا نادر. We played hide and seek. لعبنا استغماية. Nader was the seeker. نادر كان السيكر الباحث. And we were the players. وإحنا كنا اللاعبين. He closed his eyes. أغمض عينه. And counted to 10. وعد العشرة. We hid and Nader tried to find us. إحنا استخبينا ونادر حاول يلاقينا. Nader found Mona and She becomes the next seeker. يعني نادر وجد منى وهي أصبحت السيكر الباحث القادم. علي was the winner. وعلي كان الفائز because he was. لأن هو كان the last one. We enjoyed the picnic so much. We had a picnic last week. عملنا نزهة last week. هنا فرصة حضرات ليه؟ علشان هو هنا في القطعة قال yesterday. أهو قال yesterday. أول واحدة yesterday. Okay. We played pass the parcel game لعبنا لعبة تمرير طرد هنا فرصة طبعا عشان هم لعبوا لعبة side and seek The winner is the last one left طبعا true ان الفائز بيكون اخر واحد يتمسك Who was the first seeker مين الساعي او الباحث القادم طبعا قلنا ايه نادر اهو لا منى هنا منى He was the first seeker الباحث الاول قلنا نادر اهو هنا نادر الباحث الاول نادر Okay. Who was the winner? مين اللي كان الفائز؟ قلنا الفائز آخر واحد بيقعد في اللعبة اللي هو طبعا كان إيه؟ علي أو علي was the winner. علي كان الفائز يبقى هنكتب علي was the winner. Most people like to live معظم الناس بيحب يعيش near river بقرب من الأنهار. But Bedouin people prefer to live in the desert. ولكن جماعة البدو بيفضلوا يعيشوا في الصحراء. They like to live in the open area بيحب يعيشوا في الهواء المفتوح They eat beans بياكلوا الحبوب واللام ولحم الخرفان والديتس البلح and bread والخبز Bedouin people الناس البدو drink the milk of animal بيشربوا لبن الحيوانات like cows and camels زي البقر والجمال Bedouin people live in a tent وعايشين في تنت خيام The tent is usually made of animals here دايما الخيمة بتكون مصنوعة من شعر الحيوان Bedouin people are very special. الناس البدو ناس مميزة. They have beautiful clothes. عندهم ملابس جميلة. Delicious food. طعام لذيذ. And nice songs. وأغاني جميلة.
بدوين بيبل ليف ان، الناس البدو بيحبوا فيه في الاوبن ارياز، بيحبوا يعيشوا في الاوبن ارياز، المناطق المفتوحه. بدوين بيبل هاف بيوتيفول كلوز، عندهم ملابس جميله. ذا تنت از ميد اوف، الخيمه مصنوعه من الانيمالز هير، من شعر ايه، شعر الحيوانات. اوكي عندي هنا حضرات، واي ار بدوين بيبل سبيشال، ليه الناس البدو مميزين؟ نرجع للقطع علشان نجيب منها الاياب. قلنا هم مميزين ليه، علشان هنا هو حضرات اهو، زي هاف بيوتيفول كلوز، عندهم ملابس جميله، and delicious food، وطعام لذيذ، and nice songs، واغاني جميله. السؤال الخامس، what do bedouin people eat، الناس البدو دول بياكلوا ايه؟ تعال نشوف بياكلوا ايه في القطعه كده مع بعض اهو. قلنا the milk of animals، لبن الحيوانات، like cows and camels، زي ايه الجمال والبقر، وكمان بياكلوا البينز الحبوب، واللام الخروف، والديتس البلح، والبريد الخبز. دي كده حلينا كل القطع الموجودة في ملحق كتاب البير. استناني طبعا في سؤال read and complete the text with the word from the books. وبكده نكون وصلنا لنهاية مراجعة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.